صلوا على النبي. حديثه لما انا بقوله
رجل للنبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله بلغني انه على كل سلامه من ابن ادم صدقه. شو السلامه؟ عظمي والبصر يعني كم اصبع على الارض وين؟ هذا نعمه من الله لا تقدر، لانه في ناس اصبعه مش قادر يحرك لو رفع من قبل ملايين خلص انتهى. في ناس ما بتشوف معصبه يمشي بشكل متسم بشكل جميل مستعد يدي يبيع كل ما تعمل. طب الله اعطاك الملك لازم تشكر. فبقول له الرجل سمعت المرة بقول يا رسول الله على كل سلامة مني انا صدقة. كيف كان يصلي فيه؟ صدقة. قال الرجل فهم الحديث صدقة يعني يدفع مصاري. الصدقة الراضية بطريقة على فكرة. إذا كل كلمة طيبة إصلاح كان لبيت صدقة، صلاة الرحم من الناس مستنين عنها اليوم. قطعينا مش قطعينا، قطعينا. آخر ما بيسأل عن صلاة الأربعة. ومن علامات فساد المجتمعات على فكرة. يعني يميزنا إحنا المسلمين العرب، صلاة الأرحام، باقي الشعوب العالم مالهاش علاقة بالموضوع. إحنا صرنا تقريبا زي إلا هذا الشاب يعني. الشاب هو اللي يصلح سبحان الله. مهم. قال له طيب النبي عليه الصلاه والسلام، قال يا رسول الله هذا الرجل عن حديث تصدق معه فيش. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام طيب قل خيرا يعني احكي كلمه طيب. قال والله يا رسول الله اعلم. يا ريت شفت وفي ناس على فكره يا ريت خالص يعني في ناس ينطبق عليها حديث سيدنا عمر وقال الرجل من بعيد يعجبني شكله فاذا تكلم المهم قال يا رسول الله اني بعرف ذلك ارتحت وسلام خالص. قال طب يا سمر بالمعروف. قال له لا اقول. ايش علم؟ طب انا عن المنكر. قال لا ابصر. خالص يا عم الزلمه في المسير بصير. شو الحل؟ كل ما النبي يفتح له ملابسك قال اسمع قال النبي عليه الصلاه والسلام قد بلغ انسانك الشر عن الناس ان لك بذلك صدقه. تعرف بدك تعمل منيح بس اسكت ما تعمل الشر. وفي ناس كثير يا ريت ما يتحركش خلاص يضل ولا يحكي ولا يشكي لانه هو ابو سعد شو بصير فيه. يعني الوقت ضيق بس كنت اقول له قصه حصلت امامي من اين وين باختصار صلحة كانت أن تبني على الحضارة صلحة كبيرة يعني. أجا واحد خال واحد من أصحاب الطوافير دبش يدبش وخلص الصلحة وحش في مكانه وأنا ما بقول